مرحبا، معكم دكتورة فرح البياتي، وحلقتنا اليوم راح نتكلم عن أمراض اللثة، أنواعها، أسبابها، وطرق العلاج. تقسم أمراض اللثة إلى قسمين، الأولى هي التهاب اللثة حول السن، والثانية هي التهاب يتخطى مرحلة اللثة ليصل العظم حول السن. الأعراض الأولى لالتهاب اللثة هو النزيف أثناء تفريش الأسنان أو استعمال خيط أو وسائل أخرى لتنظيف السن، بالإضافة لأن يمكن إحساس بأوجاع بأكثر من سن في مناطق مختلفة. في حال عدم علاج التهاب اللثة يتطور الالتهاب وينتشر العظم المحيط بالسن ويؤدي إلى حركة السن وفقدانه في النهاية. هنالك عدة أسباب تؤدي التهابات اللثة، لكن السبب الرئيسي الذي نلاحظه عند المرضى هو عدم الاهتمام لفترة طويلة بالأسنان عن طريق الإهمال في تفريش الأسنان أو إهمال استعمال وسائل أخرى في تنظيفها. هذا الإهمال يؤدي إلى بناء طبقة من الكلس وتجمع البكتيريا على الأسنان. إهمال زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم لتنظيف الأسنان وإزالة التكلس يؤدي إلى انتشار المرض وتفشيه. لهذا ننصح بالزيارة الدورية عن طبيب الأسنان كل 6 أشهر لإزالة التكلس وكل سنة لفحص كامل الأسنان. من الجدير بالذكر بأن التدخين من العوامل التي تساعد على انتشار أمراض اللثة وتأخير اكتشافها. أول علامات وجود مرض باللثة هو النزيف أثناء تفريش الأسنان، وهذا ما يحدث غالبا إذا كان الشخص غير مدخن. أما في حال التدخين فيكون من الصعب على المريض اكتشاف المرض بنفسه، لأن التدخين يقلل من كمية الدم التي تصل للأطراف في أجسامنا، ومن ضمنها الفك واللثة، ولهذا السبب لا يحدث نزيف من اللثة على الرغم من وجود التهاب فيها. أحد الأمراض التي تساعد على تفشي مرض اللثة وصعوبة علاجه هو مرض السكري، لأن المرض يسبب عدم التئام الجروح بشكل سريع، لهذا فإن العلاج لديهم يصبح أكثر صعوبة، وهذا يتطلب منهم عمل زيارات لطبيب الأسنان لمعالجة المرض. ومن الجدير بالذكر بأن علاج مرض اللثة ليس بالعلاج السهل أو قصير المدى مثل تسوس الأسنان التي من الممكن أن تحل بزيارة واحدة. أما أمراض اللثة تتطلب العديد من الزيارات، وقد تختلف من شخص لآخر حسب استجاباتهم للعلاج. لهذا يجب على المريض أن يضع في حسبانه بأن العلاج قد يستمر أشهر، وفي بعض الحالات قد تأخذ سنين لحل المشكلة. كيفية علاج أمراض اللثة؟ بداية الاهتمام بتفريش الأسنان واستخدام وسائل مساعدة مثل الخيط وما شابهها من وسائل تنظيف الأسنان، وهذا ما تم ذكره في الحلقة السابقة بتنظيف الأسنان والاهتمام بها. ثانيا زيارة طبيب الأسنان بصورة منتظمة لإزالة التكلسات العميقة والتخلص من البكتيريا الموجودة. في بعض الحالات إذا وصل المرض إلى مراحل متقدمة فإن العلاج قد يتطلب تدخل جراحي لتنظيف المنطقة بشكل أفضل. في بعض الأحيان نكون بحاجة لوصف مضاد حيوي لعلاج المرض. وإذا كان المرض منتشر بشكل كبير في سن معين فإن العلاج يتضمن خلع السن لحماية الأسنان المجاورة، لأن وجود سن سيء يؤدي إلى انتشار البكتيريا في الأماكن المجاورة وصعوبة علاج بقية الأسنان. أخيرا من المهم ضرورة الانتباه لدى المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة بعدم الاستعجال لزرع السن لتعويض السن المفقود، لأن المرض قد ينتشر أيضا إلى السن المزروع وبالتالي فقدانه في المستقبل. كما ننصح بعدم تعويض الأسنان المفقودة بالجسور قبل معالجة المرض تماما، وذلك لصعوبة التنظيف حول التعويضات الثابتة مما قد يؤدي إلى انتشار المرض وفقدان المريض لأسنان أخرى. إذا ننصح دائما المريض بالتأخر قبل تعويض الأسنان بصورة ثابتة حتى يتأكد المريض أنه تعالج تماما من المرض. هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات. إذا كان لديكم أي سؤال حول الموضوع تواصلوا معنا. تحياتي وإلى اللقاء.